اسكندرية وبحر اسكندرية وتاريخ اسكندرية وأهل اسكندرية وشوارع وأحياء ومناطق اسكندرية، كل حاجة من دول لو فضلت أتكلم عنهم الكلام مش هيخلص. اسكندرية مش بحر وكورنيش بس، رحلتنا النهاردة هتكون جوه منطقة من أغلى مناطق اسكندرية، هنشوف ونتمشى مع بعض في سموحة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة واحنا في شارع كفر عبده، واللي هي تعتبر من أجمل وأرقى مناطق اسكندرية، وهندخل مباشرة على شارع أبو قير واحنا رايحين على حي سموحة الراقي الجميل اللي موجود في اسكندرية. بالفعل دخلنا على شارع أبو قير، الشارع الحيوي المهم جدا في اسكندرية، واللي بيعدي على أجزاء كتيرة جدا من عروس البحر المتوسط، واحدة من أقدم مدن العالم اسكندرية المارية. هنتمشى شوية في الشارع هنا، وبعدين من عند بنك فيصل هندخل شمال من شارع فيكتور إيمانويل الثالث، وننزل نفق مصطفى كامل، وندخل بقى على عمق حي سموحة. كلمة أبو قير جاية من اسم قديس وطبيب كان عايش في اسكندرية، واسمه الأب كير أو الأنبا كير، وكان من المروجين المسيحية ضد الرومان، وتوفى سنة 312 قبل الميلاد. يمكن الشارع هنا بقى اسمه حاليا طريق الحرية. الشارع هنا بيبتدي من عند حدائق الشلالات، من عند شارع فؤاد، وبيكمل معانا لغاية فيكتوريا، وبيكون امتداده شارع جمال عبد الناصر. هو من أهم شوارع اسكندرية وأطولها، وبيعدي على معظم أحيائها، وبيعدي كمان على محطة سيدي جابر، ومنه تدخل لعدد كبير من الأحياء الداخلية، كمان منه تطلع على كورنيش اسكندرية، شارع حيوي تجاري بشكل كبير، ودايما بيكون زحمة في مناطق كتيرة منه وفي أوقات مختلفة من اليوم. كان على يمنا بقى بنك فيصل، وأدينا دخلنا من الشارع اللي قدامه مباشرة، وعلى العناصير مدرسة عبد الله النديم الإعدادية. شارع هنا بيفضل مكمل معانا لعمق حي سموحة مسار رحلتنا النهاردة. يمكن فيكتور عمانويل أو فيكتور إيمانويل الثالث كان آخر ملوك إيطاليا، واتولد في نابولي، وسر تسمية الشارع هنا باسمه إنه توفى في اسكندرية واتدفن فيها من سنة 1947، ولكن بعد 70 سنة أعيد جثمانه لإيطاليا سنة 2017. حكمه كان طويل جدا، وشاهد الحربين العالمية الأولى والثانية، وبعدين سقطت مملكة إيطاليا في عهده وتحولت لجمهورية بعد استفتاء شعبي، ومن هنا جه الإسكندرية وعاش فيها لغاية ما توفى سنة 47 زي ما قلنا. كان على يمنا من شوية كيروسيز مول، من المولات المميزة اللي موجودة في المنطقة هنا، ودخلنا يمين وبيكون بقى عدد كبير جدا من الشوارع على يمنا وشمالنا، وزي ما انتوا شايفين كده المنطقة هنا تجارية بشكل كبير. احنا دلوقتي بالفعل في نفق مصطفى كامل، وحننزل منه عشان نكمل طريقنا في شارع فيكتور إيمانويل الثالث أو فيكتور عمانويل، وحندخل بقى على عمق حي سموحة بعد ما عدينا النفق مباشرة. كان شارع توت عنخ آمون هو اللي موجود على يمنا دلوقتي، ولسه بقى مكملين طريقنا، واللي بقول لكم ان هي منطقة أو حي سموحة تجاري بشكل كبير، مولات ومحلات ومطاعم وشركات وعمارات مرتفعة وعدد أدوارها كبير. بعد ما عدينا النفق زي ما انتم شايفين كده، ماكدونالدز هي موجودة على شمالنا، وبعديه مباشرة بنكون على شمالنا معلم مهم من معالم سموحة، وهو نادي سموحة الرياضي المشهور جدا. الشارع اللي على يمنا دلوقتي واللي هنروحه في نهاية رحلتنا النهاردة هو اللي بيوصلنا لمحطة قطارات سيدي جابر المشهورة جدا في اسكندرية، واللي هي جنب محطة مصر، احد المحطات اللي كلنا كنا بننزل فيهم لما كنا بنروح اسكندرية عن طريق القطر. على شمالنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين نادي سموحة، المعلم الرئيسي للمنطقة. طبعا هو نادي اجتماعي وليه مقر تاني في مدينة برج العرب غير المقر اللي موجود على شمالنا. النادي ده انشئ سنة 1949، ليه فريق طبعا كلنا عارفينه بيلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم. النادي بيتسمي طبعا على اسم المنطقة اللي هو فيها، وكان اول رؤسائه هو اللي كان انشأ حي سموحة، وهو جوزيف سموحة. نادي راقي جدا من جوه ومميز زي تميز الحي ككل. احنا كده بقينا موجودين بقى من شارع فيكتور عمانويل او فيكتور إيمانويل الثالث لميدان فيكتور عمانويل، او الميدان اللي بيسموه دوران سموحة، يعني يمكن زي القاهرة كده بنسمي دوران شبرا، في دوران رود الفرج، فالمنطقة والميدان فيكتور عمانويل بيسموه دوران سموحة. احنا دخلنا كده على امتداد شارع فيكتور عمانويل، وهو باسم اللواء محمد فوزي معاذ. الراجل ده كان محافظ اسكندرية في الثمانينات من سنة 82 لسنة 1986.
يمكن أصل تسمية حي سموحة اللي احنا فيه بترجع لواحد اسمه جوزيف سموحة، يمكن لسه قلت لكم ان هو كان أول رؤساء نادي سموحة. الراجل ده كان يهودي عراقي وجي مصر عشان يتاجر في الأقمشة، وهو الراجل اللي قام بتجفيف بحيرة الحضرة اللي كانت موجودة في المنطقة هنا، وكان اسمها في الأصل ملاحة رجب باشا، وده كان جد السفير حسن رجب، ومن هنا نشأت أراضي الحي وتسمى الحي كله باسمه اللي هو حي سموحة. زي ما انتوا شايفين شوارع واسعة جدا ومحلات تجارية موجودة على الجنبين وفي كل حتة وماركات على كل لون وشكل. يعني حي سموحة اللي احنا موجودين فيه يعتبر من الأحياء الجديدة نسبيا في اسكندرية، لكنه حي كبير جدا. احنا موجودين في حي شرق اسكندرية، يمكن لجمال ورقي الحي كان جذب عدد كبير جدا من سكان اسكندرية ان هم يسكنوا فيه، رغم ان الحي اللي احنا فيه ده ما بيطلش على البحر، لكن الناس معظم الناس بيحبوا ان هم يسكنوا في عمارات قريبة من البحر او بتطل على البحر، لكن لرقي الحي اللي احنا موجودين فيه عدد كبير جدا جم وسكنوا في الحي هنا. ده ميدان تاني من ميادين، وميدان علي بن ابي طالب، وموجود فيه مسجد علي بن ابي طالب واللي متسمي على اسمه الميدان اللي احنا موجودين فيه، وعدد كبير جدا من يعني يمكن سموحه بتضم عدد كبير جدا من الميادين. هنزور تقريبا كل او معظم الميادين ده في رحلتنا النهارده. احنا ما زلنا موجودين في شارع محمد فوزي معاذ، واللي زي ما قلت لكم هو امتداد لشارع فيكتور عمانويل اللي دخلنا فيه في بدايه رحلتنا النهارده جوه حي سموحه. يعني الشوارع زي ما انتم شايفين منظمة وواسعة، والعمارات معظمها عمارات جديدة ونظيفة ومتخططة صح. هتلاقوا في جناين بين العمارات، وحي مليان خدمات، يعني مولات، عيادات، مستشفيات، محلات، مطاعم، بنوك، شركات، صيدليات. كمان في محطة سيدي جابر من المحطات الرئيسية في اسكندرية، وزي ما قلت لكم هنشوفها ان شاء الله في نهاية الرحلة. احنا بنلف كده مرة تانية بقى من شارع محمد فوزي معاذ عشان نتفرج عليه من الزاوية التانية، ومنه هندخل لعدد كبير جدا من شوارع حي سموحة اللي بنزوره النهاردة في اسكندرية المارية، واللي هي من اقدم مدن العالم ومن اجمل مدن مصر، واللي كانت عاصمة مصر في يوم من الايام. يعني بصراحة بنستمتع بمدن مصر وبنستمتع باسكندرية وبنستمتع بحي سموحة الجميل اللي بنزوره النهاردة. يعني موجود في غرب حي سموحة الحضرة والنزهة، وفي شرقه الظاهرية والصالحية، وفي جنوبه موجود طريق المطار ومطار النزهة الدولي وعزبة سعد، وفي شمال حي سموحة في الإبراهيمية وسبورتينج وسيدي جابر ورشدي ومصطفى كامل. يعني موقعه مميز جدا زي ما حضراتكم شايفين، وكل اللي بيسكن في سموحة ما بيكونش عايز يخرج منه، لأن كل احتياجاته بيلاقيها متوفرة وموجودة في المنطقة اللي احنا فيها. زي ما انتم شايفين عدد كبير من البنوك وعدد كبير من المحلات والشركات اللي موجودة، وهو حي مميز جدا ونظيف جدا. على يميننا وشمالنا هو شارع كمال الدين صلاح، واحنا موجودين في شارع من الشوارع الرئيسية في سموحة وهو شارع البرت الأول. وإحنا موجودين في اسكندرية عايز أقول لكم إن الإسكندرانية بيبقوا فخورين جدا إنهم إسكندرانية، وبيبقوا مبسوطين جدا لما أي حد من محافظة تانية يسألهم أنتوا منين فيقولوا له إحنا من اسكندرية. فعلا اسكندرية ليها سحر وطابع خاص. عايز اقول لكم اسكندريه مش بس جليتي عزه وكبده الفلاح ومحلات السمك والكورنيش، اسكندريه فيها كل حاجه تقريبا، فيها الطبيعه والبحر، فيها الاماكن الاثريه، فيها الاماكن الراقيه، ودي احد الاماكن الراقيه اللي احنا فيها النهارده وهي حي سموحه. احنا دلوقتي وصلنا بقى لميدان عزبه سعد اللي موجود في حي سموحه، ومنه هندخل على شارع زكي رجب ونكمل طريقنا ورحلتنا جوه حي سموحه الجميل جدا والراقي واللي يعتبر من اغلى أحياء اسكندرية. يعني بصراحة حي من الأحياء الجميلة جدا والمريحة نفسيا، واللي شوارعه نظيفة وعماراته جميلة جدا وحديثة، وتحسسك كده بالجمال والروعة في حي سموحة. عايز اقول لك انك يعني في اجزاء كتيرة جدا من اسكندرية هتحس انك رحت على الناحية التانية من البحر، رحت على ايطاليا واليونان. عايز اقول لك يعني هسألك كام سؤال كده، هل زرت قصر راس التين؟ هل زرت مقابر قوم الشقافة؟ طب هل رحت قلعة قايتباي؟ هل شفت معبد الراس السوداء؟ هل رحت عمود السواري ولا المتحف اليوناني الروماني ولا متحف الفنون الجميلة او متحف المجوهرات الملكية؟ طب هل زرت حديقة انطونياديس او حديقة الشلالات؟ يعني يمكن معظم معرفة الناس باسكندرية هتلاقيها معرفة خاصة بالشواطئ، اكيد راح المعمورة، ممكن يروح راح المنتزه، ممكن يكون راح طبعا
طبعا ستانلي، جليم، حتى بحري، المنشية. لكن في عدد كبير من الحاجات اللي أنا قلتها دلوقتي، في عدد كبير منا ما زارهاش، وهي من المزارات المهمة والممتعة جدا جوه اسكندرية. يمكن عايز أقول لكم إن يمكن إحنا موجودين في حي من الأحياء الحديثة في اسكندرية، لكن عايز أقول لكم إن اسكندرية تعتبر أقدم من القاهرة بأكتر من 1000 سنة. اسكندرية اتبنت سنة 331 قبل الميلاد، والقاهرة المعزية اتبنت في 969 ميلادية، يعني يمكن أكتر من 1200 سنة. طبعا القاهرة قبل المعز كان فيها القطائع والعسكر في وسطات، لكن زي ما أنتم شايفين عراقة المنطقة أو المدينة اللي إحنا موجودين فيها النهاردة، واحنا موجودين في حي من الاحياء الحديثه جوه مدينه من المدن القديمه في العالم، وهي مدينه اسكندريه الجميله. احنا داخلين بقى برضو على ميدان تاني من ميادين حي سموحه، وهو ميدان الابراهيميه اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. ومن ميدان الابراهيميه هندخل على شارع محمد فوزي معاز مره تانيه، وهنكمل طريقنا جوه حي سموحه وجوه شوارع حي سموحه الجميله جدا، واللي اتمنى ان انتوا تكونوا مستمتعين معايا بيها زي ما انا مستمتع برحلتي جوه حي من الاحياء الجميله في اسكندريه. زي ما شفنا في بدايه رحلتنا تقريبا نادي سموحه الرياضي، واللي هو المعلم الرئيسي لمنطقه سموحه، هنلاقي في نوادي تاني موجوده في سموحه زي نادي اصحاب الجياد، مركز شباب سموحه، وقريه السلام الاولمبيه. لو اتكلمنا بقى عن المولات، فهتلاقي عدد كبير جدا من المولات موجود في حي سموحة. من أشهر المولات اللي يمكن عدد كبير مننا زارها، وهو مول زهران التجاري، فيها كمان جرين بلازا والسوق التجاري الأول في شارع فيكتور عمانويل، والتاني في شارع الفردوس، والسوق التجاري التالت خلف مدارس زهران. كمان موجود في سموحة فندق هيلتون جرين بلازا اللي جوه المول التجاري. احنا لسه ماشيين في شارع محمد فوزي معاز اللي موجود جوه حي سموحة، واللي قلت لكم ان فيه عدد كبير من الميادين زي ميدان فيكتور عمانويل اللي عدينا عليه، وموجود فيه ميدان الابراهيمية اللي عدينا عليه، وميدان عزبة سعد اللي عدينا عليه، وميدان علي بن ابي طالب اللي داخلين عليه دلوقتي، وكمان في ميدان اسمه ميدان العيون، وفي ميدان كمان اسمه ميدان المعهد الديني، وفي ميدان كليوباترا. في كمان في سموحة عدد كبير من المساجد، اللي من ضمنهم مسجد علي بن أبي طالب اللي بقى موجود قدامنا دلوقتي، وهيبقى موجود على يميننا واحنا داخلين على شارع البرت الاول، وجزء تاني من الشارع ما زرناهوش في اللي احنا كنا دخلنا قبل كده يمين، لكن احنا دخلنا شمال كده من ميدان علي بن ابي طالب جوه شارع البرت الاول، الشارع المشهور جدا في حي سموحة. يعني موجود زي ما شفنا عدد كبير من البنوك في ميدان علي بن ابي طالب، ويمكن ما زالت المحلات منتشرة على يمنا وشمالنا. واحنا بنتمشى في حي من الاحياء الحديثة في اسكندرية، عايز اقول لكم ان اسكندرية عدى عليها يونانيين ورومان ومقدونيين وفرس وبيزنطيين وعرب، كل اللي فاتوا حكموا اسكندرية فترات من الزمن، وكل فترة منهم ادت البلد حاجة واثرت فيها بشكل معين. تخيل ان سنة 1917 كان عدد اليونانيين في اسكندرية حوالي 56,000 نسمة. احنا دلوقتي هو بقينا في ميدان كليوباترا، وادي هو نفق كليوباترا اللي هيطلعنا من حي سموحة. لكن احنا هندخل يمين كده من شارع من الشوارع المشهور قدامنا دلوقتي، شارع توت عنخ آمون، يمكن اللي شفناه في بداية رحلتنا، واللي هو كان بعد نفق مصطفى كامل مباشرة. احنا هندخل بقى من ميدان كليوباترا على شارع من الشوارع الطويلة في حي سموحة والمهمة، والشارع الحيوي والتجاري جدا في حي سموحة، وهو شارع مصطفى كامل. يعني عايز اقول لكم ان اسكندرية مش بس بحر وتاريخ وشتاء وكورنيش، اسكندرية بيت كبير احلى ما فيه اهله، واهل اسكندرية قصص وشوارعها حكايات. اسكندرية حكايات الرجولة والجدعنة، والاصل وعلى الاصل دور. يعني واحنا في سموحه بقى، عايز اقول لكم ان عدد المدن اللي اسمها اسكندريه في العالم كبير جدا، لكن طبعا الاصل هو المدينه اللي احنا فيها دلوقتي، واللي متسميه على اسم الاسكندر المقدوني. لكن برضو الاسكندر الاكبر او الاسكندر المقدوني انشا وشيد 17 مدينه سماها كلها اسكندريه، ما تبقاش منها الا القليل. لكن على مر التاريخ اتبنت مدن كتير في العالم شالت اسم اسكندريه، وبيزيد عددها عن 50 مدينه، منهم 12 مكان في امريكا. تخيلوا، في 12 مكان في امريكا متسمي على اسم اسكندريه. يعني هتلاقوا في لويزيانا ومينيسوتا وفيرجينيا
وانديانا وكنتاكي وميسوري ونبراسكا واوهايو وبنسلفانيا ونيو هامشاير وتينيسي والباما، يعني عدد كبير جدا من الاماكن في امريكا متسميه على اسم اسكندريه. في اوروبا كمان عدد كبير من المدن اللي موجوده واللي متسميه على اسم اسكندريه، هتلاقوها في اسكتلندا وفي ايطاليا وفي اليونان وفي رومانيا، واتنين كمان موجودين في تركيا، واربعه في افغانستان، واتنين في باكستان، وفي يعني سته في جمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم، وواحده في العراق، واتنين في البرازيل وفي استراليا وفي افريقيا، واحده اللي في مصر، وفي واحده تانيه موجوده في جنوب افريقيا، وكمان في واحده في نيوزيلندا، وتخيل كمان في واحدة في القارة الجنوبية المتجمدة متسميها على اسم اسكندرية. احنا ما زلنا موجودين في شارع مصطفى كامل بنتفرج على معالم الشارع وعلى جزء كبير من معالم حي سموحة وعلى عدد كبير جدا من المحلات التجارية اللي مالية حي سموحة واللي مالية الحي الجميل اللي احنا موجودين فيه، واللي زي ما انتم شايفين كده بيتميز بالعمارات المنظمة وبالشوارع الواسعة والشوارع المنظمة بشكل كبير، واللي زي ما قلت لكم هو يعتبر من أغلى أحياء اسكندرية. اسكندرية فيها مدينة كاملة مدفونة تحت المية اسمها هيركليون، كلها آثار وحاجات من عصر البطالمة والرومان، وللأسف مفيش كتير بيزورها. مدينة غارقة لكنها مبهرة وأسطورية، البحر بلعها واتدفنت في الرمل من أكتر من 1200 سنة. المدينة موجودة في شمال شاطئ أبو قير، وموجود فيها كمان أطلال مدينة كانوب، فيها معبد وجزء لتماثيل من العصر البطلمي والروماني، واللي مش ممكن هتحس بعراقة وتاريخ وجمال روعة مصر إلا لما تلف فيها وتكتشف كنوزها وتتفرج وتنبهر بأثرها اللي مالية أجزاء كتيرة من مصر، من اسكندرية اللي احنا فيها دلوقتي لغاية ما توصل لأسوان في أقصى الجنوب، ومن شرقها لغربها تلف وتزور وتشوف معالم وأثار مش ممكن كنت تتخيل إن هي موجودة في مصر غير ما تشوفها وتنبهر بيها. عدد كبير جدا من السياح وعدد كبير جدا من يعني أهالي الدول الأوروبية وأمريكا وأمريكا الشمالية واللاتينية بيجوا عشان يزوروا الأماكن دي، وإحنا مش حاسين بجمال وروعة الأماكن اللي إحنا فيها. إحنا لفينا كده وبقينا مرة تانية في شارع فيكتور إيمانويل الثالث أو شارع فيكتور عمانويل، وبقى كان قدامنا نادي سموحة واللي موجود على شمالنا دلوقتي، وراجعين مرة تانية لميدان فيكتور عمانويل أو دوران سموحة، ولسه ما زلنا بنتمشى وسط الجمال والروعة ووسط حي سموحة، الحي الممتع والمبهر جدا جوه مدينة اسكندرية. عايز اقول لكم زي ما بقول لكم لف ودور وشوف وتفرج، وما تكتفيش وانت بتزور اسكندرية ان انت بس تزور البحر وتتفرج وتنزل في شواطئ اسكندرية الجميلة، لكن يدخل كده جوه اعماق حي اسكندرية هتستمتع بمناطق جديدة ومناطق مش ممكن كنت تتخيل ان هي موجودة في اسكندرية. ويمكن عايز اقول لكم ان انت وانت بتلف جوه كل الشوارع دي، عايز اقول لكم انه ما كدبش اللي قال ان مصر ام الدنيا. الاسكندرية في بداية الاحتلال الانجليزي الاسطول الانجليزي قصف المدينة هنا لمدة يومين ورا بعض. بدأ الاحتلال الانجليزي اللي فضل 70 سنة، ويمكن مع الاحتلال الانجليزي زاد عدد اليونانيين، وبقت اسكندرية مع قناة السويس مواقع استراتيجية مهمة للقوات البريطانية. في فترة الحرب العالمية الثانية كانت طيارات المحور بتقصف اسكندرية، وده يمكن أدى لدمار ومقتل عدد كبير جدا من الناس في اسكندرية، ويمكن الاسكندرية كانت من أكتر المدن اللي اتضررت من الحرب دي. بعد ما اتلغت الملكية في مصر تم ترحيل بقى الملك فاروق آخر ملوك الأسرة العلوية للمنفى من هنا من اسكندرية، كمان إعلان الجمهورية المصرية من هنا من اسكندرية من ميدان المنشية. احنا بقينا دلوقتي في شارع المعهد الديني، وعلى شمالنا مسجد من المساجد المشهورة في اسكندرية وهو مسجد حاتم، ويمكن زي ما انتوا شايفين كده في واحد كده من العربيات اللي بتبيع القلل اللي مازال عدد كبير من المصريين بيحبوا ان هم يشربوا المية منها. يا سلام على جمال القلل دي زمان لما كانت بتتحط كده على الشبابيك وتسيبها كده تاخد جو الجو الجميل جو مصر الرائع،
ويعني بتشرب منها احلى ميه ساقعه. الصراحه كانت من الحاجات الجميله جدا. احنا ما زلنا موجودين في شارع المعهد الديني والمول اللي موجود على شمالنا دلوقتي، اللي كنت لسه بحكي لكم عليه من شويه، وهو زهران مول المشهور جدا في حي سموحه، واللي يمكن عدد كبير مننا اللي زار سموحه زار زهران مول. جوزيف سموحة اللي أنشأ الحي هنا كان اقترح على الملك فاروق أنه يسمي الحي هنا فاروق سيتي، لكن الملك فاروق رفض وصمم على أنه يسمي الحي على اسم اللي بناه واللي أنشأه. يمكن رغم حداثة حي سموحة إلا أن زيارتك للحي هنا هتستمتع بيها جدا، هتتمشى وتزور المولات اللي موجودة هنا. كمان أسعار الملابس والأحذية هنا يمكن أسعارها مميزة في بعض المحلات، لكن لازم تلف وتدور كتير عشان تقدر توصل لأسعار مناسبة. وإحنا في اسكندرية عايز اقول لكم ان هي المدينة الوحيدة اللي لما ولادها بيبعدوا عنها بيبقوا هيموتوا ويرجعوا لها من تاني مهما لفوا وشافوا بلاد. هتفضل المدينة دي ليها سحر وعشق من نوع تاني، هتفضل شامم ريحة شوارعها، هتفضل تقارن بين بحرها وبين بحر بأي بحر تاني تشوفه او تقابله، تفضل عايشة جواك لحد ما تلف وترجع لها من تاني. يمكن احنا لسه موجودين في شارع المعهد الديني، واللي هنخرج منه مباشرة كده على يمكن ميدان برضو من الميادين المشهورة في حي سموحة، وعلى يميننا دلوقتي مركز شباب سموحة اللي قلتلكوا عليه من شوية، واحنا دلوقتي موجودين في ميدان المعهد الديني، وحندخل مباشرة كده على شارع برضو من الشوارع المشهورة جدا واللي موجودة في حي سموحة، وهو شارع الدكتور محمد داود، ومنه هنكمل طريقنا في أعماق حي سموحة، واللي زي ما قلتلكوا هننهي رحلتنا النهاردة من قدام محطة قطارات سيدي جابر المشهورة جدا واللي قريبة أو موجودة في نطاق حي سموحة، وهي من المحطات المشهورة جدا. على شمالنا كلية التمريض التابعة لجامعة اسكندرية، وزي ما انتم شايفين بنلاقي جوه كل حي من الأحياء سواء في القاهرة أو اسكندرية عدد كبير جدا من المعالم اللي بتميز الأحياء دي، وعدد كبير جدا من الخدمات. وقلت لكم إن كل اللي بيسكن في حي سموحة ما بيكونش عايز يخرج منه لأنه موجود فيه عدد كبير جدا من الخدمات. قدامكم دلوقتي ميدان مركز العيون، أحد الميادين الرئيسية في حي سموحة برضو، ولسه هنكمل طريقنا وحندخل على شارع تاني في أعماق حي سموحة مزار أو مسار حلقتنا النهاردة. يمكن مش أهل اسكندرية بس اللي بيحسوا بكده، حتى أهل القاهرة وأهل كل المحافظات المصرية لما بيروحوا اسكندرية بيستمتعوا بيها جدا، بيفضل ريحة بحرها موجودة يعني وشمنها طول الوقت، بيفضل ريحة اليود اللي موجودة في بحرها حاجة خرافية. ويعني احنا عايز اقول لكم ان انا قابلت مصريين كتير من كل مكان في مصر، اكتر حد لقيته عنده حنين لمدينته هو الاسكندراني المتغرب، يعني تحس ان هو معمول له عمل كده بحب المدينة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، يعني حبها بيجري في دمه ودم اي حد رجله بتلمس ارضها. يعني انا زي ما بقول لكم وزي ما بيقولوا اهل اسكندرية ان هم بيحبوا اسكندرية، فانا كمان بحب اسكندرية جدا. رجعنا مرة تالتة لميدان علي بن ابي طالب، ورجعنا اللي هندخل بقى على شارع محمد فوزي معاز اللي جوه حي سموحة، وحنرجع بقى على دوران سموحة، وحندخل على شارع فيكتور عمانويل مرة تانية، وحنعمل يوتيرن عشان ندخل على الشارع اللي هيوصلنا لمحطة قطارات سيدي جابر، واللي هيكون فيها نهاية رحلتنا النهاردة اللي كانت جوه حي من الأحياء الجميلة في اسكندرية، وهو حي سموحة. أحلى حاجة تقدر تعملها في اسكندرية إنك تصحى الصبح بدري والناس نايمة، ويعني تسحب لك كده كرسي من أي قاعدة على البحر، من كامب شيزار للإبراهيمية، من المعمور للمنتزه، لبحري، للشطبي، يعني اقعد في اي حتة على البحر واسحب كرسي وانسى نفسك وظبط نفسيتك وظبط مودك مرة تانية، هتحس براحة وجمال جدا مش ممكن تلاقيهم في اي مكان تاني في مصر وفي اي مكان تاني في العالم. يعني كمان لو انت في القاهرة او اي في محافظة تانية، اطلع اسكندرية الصبح بدري، انزل محطة الرمل، افطر من عند جاد بتاع يعني الفول او
افطر من عند اي محل من المحلات اللي موجودة، كل هريسة من الحلبي، روح عند محمد احمد اشهر محل فول وفلافل في اسكندرية، اطلع على مكتبة اسكندرية وخد لك جولة سريعة واجمل صور، اقرا كتب، اتفرج على المتاحف اللي موجودة جوه مكتبة اسكندرية، بعد كده اطلع على قلعة قايتباي، وكل جيلاتي من عند عزة، كل يعني بصراحة يعني يومك جوه اسكندرية هيكون مميز بشكل كبير، وهتلاقي فيه عدد كبير جدا من المعالم اللي ممكن تروحهم يعني، وممكن تتصور صور مش ممكن تنساها وانت في عدد كبير من احياء ومعالم اسكندرية اللي مش هتلاقيها في اي مكان تاني في اي حتة تاني في مصر. واحنا موجودين في حي شرق، عايز اقول لكم ان مدينة اسكندرية بتضم 9 احياء ادارية، يعني تعالوا نعرفهم مع بعض. حي اول المنتزه، وده بيضم بقى مناطق زي ميامي وسيدي بشر وفيكتوريا والعوايد. في كمان حي تاني المنتزه، ده بقى بيضم المنظره والعصافره والمعموره. في حي شرق اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وبيضم عدد كبير من الاحياء الراقيه في اسكندريه، بيضم لوران وجليم وزيزينيا وسان ستيفانو وكفر عبده وسموحه وباكوس وبلوكلي. في كمان حي وسط اللي بيضم الإبراهيمية وكامب شيزار والشطبي والعطارين ومحرم بيك وكوم الدكة والحضرة والأزاريطة. في حي غرب اللي موجود فيه كرموز والأباري وبشاير تخير، وحي الجمرك اللي موجود فيه بحري والمنشية وراس التين. في كمان حي العجمي اللي موجود فيه البيطاش والهانوفيل والدخيلة والكيلو 21، وحي أول العمرية موجود فيه الكافوري ومرغم وسيدي كرير، وحي تاني العمرية اللي موجود فيه كينج ماريوت. يمكن الرحلة طويلة شوية، لكن كان مهم ان انا افرجكم على الحي الكبير جدا في اسكندرية، وافرجكم على روعته وجماله المبهر الجميل في مدينة اسكندرية. عايز اقولك ان اسكندرية هي مدينة قادرة ان هي تبسط اي حد مهما كان مزاجه وبأقل تكلفة، اللي عليك بس تاخد شنطتك وتطلع على اسكندرية من غير ما تفكر. يعني يمكن قاعدة على البحر مع فنجان قهوة او شاي وتغمض عينيك كده وتشم هوا نقي يعني بيدخل على الرئتين، ويا سلام بقى على النفسية والجمال والعظمة. وقفتك قدام البحر والموج بيضرب في الصخور بيغسلك من جوه وبيرجعك طفل صغير بريء قلبه أبيض لون الموج. احنا كده بالفعل في شارع الشهيد طيار محمود شاكر عبد المنعم، وبقت قدامنا مباشرة كده واحدة من المحطات الرئيسية للقطارات في اسكندرية، يمكن هي المحطة الأكثر شهرة، يمكن لأنها هي اللي بتدخلك على عمق حي اسكندرية، وهي محطة قطارات سيدي جابر. انت ما تنزل منها هتلاقي نفسك اهو زي ما انتم شايفين في عمق حي سموحه، محطه من المحطات المشهوره هي ومحطه مصر الجميله جدا واللي موجوده برضو في اسكندريه. هنلف كده وهنشوف محطه قطارات سيدي جابر من الزاويه الثانيه، وهنكون قربنا من نهايه رحلتنا اللي كانت في حي من الاحياء الجميله في اسكندريه وهو حي سموحه. وزي ما انتم شايفين بقى احنا دخلنا في اعماق حي اسكندريه، سيبنا البحر شويه ورحنا بقى على مكان مش موجود على البحر لكنه من اجمل احياء اسكندريه وهو حي سموحه. احنا معظمنا كنا نعرف سموحه عن طريق نادي سموحه، لكن ادينا اتفرجنا بقى على شوارع سموحه الجميله، اتفرجنا على محلات سموحه الجميله، حتى اتفرجنا على محطه قطار سيدي جابر. رحلتي النهاردة اللي كانت في حي سموحة واللي كانت اعتذر لكم على طولها، لكن كان مهم ان هي طويلة تبقى طويلة لان الحي بالفعل كبير. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.